السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي طلاب الصف الثالث في مدرسة المناهل الدولية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وإلى درس جديد من دروس لغتنا الجميلة، وهو عبارة عن حل لتدريبات درس القراءة الحكيم والفلاحون الثلاثة. ولكن قبل البدء بالحل، علينا القراءة والاستماع للدرس مرة أخرى لتكون الفائدة أكبر والحل أفضل، فهيا بنا للقراءة. الحكيم والفلاحون الثلاثة. كان في إحدى القرى البعيدة عن المدن ثلاثة فلاحين فقراء، ليس عندهم ما يسد حاجات أسرهم. كان عند الأول بئر غزيرة المياه عذبة، لا ينتفع منها إلا بالشرب والغسيل، وكان عند الثاني بقرة لا تفيده إلا بحليبها القليل، وكان عند الثالث أرض واسعة قاحلة لا تنبت إلا القليل. وذات يوم جاء إلى القرية حكيم، نزل ضيفا عند الأول فشكى له سوء حاله، فقال له الحكيم: ولكنك تمتلك الماء. فقال الفلاح: إنني لا أنتفع منها إلا قليلا. فدعا الحكيم الله بأن يصلح أحواله، ثم انصرف وتابع سيره، ومر على الفلاح الثاني فوجده بائسا يائسا يعيش هو وأولاده في أسوأ حال، فطلب منه الحكيم شربة ماء، قال: ماؤنا قليل ولا يوجد عندي سوى هذه البقرة، وأنا لا أنتفع بها إلا قليلا بسبب قلة العشب. شرب الحكيم ثم دعا له بأن يصلح الله حاله ومضى. وفي طريقه لقي الفلاح الثالث فشكى إليه فقر حاله، فاستغرب الحكيم منه قائلا: ليس فقيرا من يملك أرضا. قال الفلاح: ولكن ليس لدي ثور أو بقرة لحراثتها، وماء المطر قليل هذه السنة. فكر الحكيم بأحوال الفلاحين الثلاثة، وقال للثالث: لدي حل يغنيك، أرسل بطلب جاريك الفلاحين الفقيرين. اجتمع الفلاحون الثلاثة وراح الحكيم يحدثهم قائلا: بإمكانكم أن تصبحوا أغنياء، ولكن هناك شرط. صاح الثلاثة: دلنا وفقك الله على الطريقة ونحن موافقون على الشرط. قال الحكيم: الشرط أن تتعاونوا وتخلصوا في العمل، فلا ينوي أحدكم الشر لأخيه، بل يبادله المحبة والوفاء. قالوا: سيكون ذلك، ولكن ما الطريقة لنصبح أغنياء؟ قال: البقرة تحرث الأرض، والبئر تسقيها، وأنتم الثلاثة وعيالكم تعملون في الأرض وتعيشون من خيراتها. سر الفلاحون بذلك، فقال الثالث لزوجته: اذهبي وادعي جارتيك لحضور الاجتماع. اجتمعوا وخططوا ووزعوا العمل فيما بينهم، وصنعوا ناعورة لرفع الماء من البئر، وما هي إلا سنوات قليلة حتى تبدلت حال الأسر الثلاث. بعد أن استمعنا إلى القراءة يا أحبائي مرة أخرى، سنتعاون سوية في حل تدريبات الدرس، وأظن بأنها أصبحت سهلة واضحة، فجهزوا أقلامكم ولنبدأ الحل. وإلى السؤال الأول: من الذي زار القرية؟ إذن السؤال الأول: من الذي زار القرية؟ ممتاز، إذن زار القرية حكيم. زار القرية حكيم. إلى السؤال الثاني: كيف وجد الحكيم الفلاح الثاني؟ إذن
كيف وجد الحكيم الفلاح الثاني؟ ممتاز، إذن وجده بائسا يائسا. وأيضا أحسنتم، يعيش أولاده في أسوأ حال، إذن وجده بائسا يائسا، يعيش أولاده في أسوأ حال. إلى السؤال الثالث، ماذا قال الحكيم للفلاح الثالث؟ ممتاز، ليس فقيرا من يملك أرضا، إذن قال ليس فقيرا من يملك أرضا. إلى السؤال الرابع، ماذا صنع الفلاحون لرفع الماء من البئر؟ الجواب سهل، إذا ماذا صنع الفلاحون لرفع الماء من البئر؟ ممتاز، أحسنتم، إذا صنعوا ناعورة لرفع الماء من البئر، إذا صنعوا ناعورة لرفع الماء من البئر. إلى القسم الثاني من الأسئلة والسؤال الأول، ما الشرط الذي قاله الحكيم للفلاحين الثلاثة؟ إذا ما الشرط الذي قاله الحكيم للفلاحين الثلاثة؟ ممتاز، أن تتعاونوا وتخلصوا في العمل، وأيضا فلا ينوي أحدكم الشر لأخيه بل يبادله المحبة والوفاء. إذا أن تتعاونوا وتخلصوا في العمل، فلا ينوي أحدكم الشر لأخيه بل يبادله المحبة والوفاء. السؤال الثاني، ما الصفة المشتركة بين الفلاحين الثلاثة؟ إذا ما الصفة المشتركة بين الفلاحين الثلاثة؟ ما هي الصفة؟ أحسنتم، إذا الفقر وسوء الحال، إذا الصفة هي الفقر وسوء الحال. إلى السؤال الثالث، أبين كيف سيتم التعاون بين الفلاحين الثلاثة كي يصبحوا أغنياء؟ إذا علينا أن نبين كيف سيتم التعاون بين الفلاحين الثلاثة كي يصبحوا أغنياء. أولا، البقرة تحرث الأرض، أحسنتم، وأيضا والبئر تسقيها، ممتاز، وماذا أيضا؟ أحسنتم، وأنتم الثلاثة وعيالكم تعملون في الأرض وتعيشون من خيراتها. إذا البقرة تحرث الأرض والبئر تسقيها وأنتم الثلاثة وعيالكم تعملون في الأرض وتعيشون من خيراتها. إلى السؤال الأخير في هذا القسم، لو فكر كل فلاح بحل لمشكلته ماذا سيحصل؟ يعني إذا فكر كل فلاح منفردا ماذا سيحصل له؟ لن يحصل شيء، لن يزول الفقر، إذا لن يزول الفقر، أحسنتم. إلى السؤال الخامس، وعلينا ترتيب حوادث القصة بحسب تسلسلها في النص، إذا أرتب حوادث القصة بحسب تسلسلها. لدينا العبارة الأولى، حل مشكلة الفقر للفلاحين الثلاثة. الثانية، اجتماع أسر الفلاحين. الثالثة، توزيع العمل بين أسر الفلاحين الثلاثة. والرابعة، قدوم الحكيم إلى القرية. سنرى من هي أو ما هي الحادثة الأولى. من يخبرنا بالحادثة الأولى التي وردت في القصة؟ ممتاز، قدوم الحكيم إلى القرية. إذن الحادثة الأولى هي حادثة قدوم الحكيم إلى القرية. أما الثانية فهي، أحسنتم، توزيع العمل بين أسر الفلاحين الثلاثة. إذن توزيع العمل بين أسر الفلاحين الثلاثة هي الحادثة الثانية. أما الحادثة الثالثة فهي، أحسنتم، حل مشكلة الفقر للفلاحين الثلاثة. إذن حل مشكلة الفقر للفلاحين الثلاثة. والحادثة الرابعة تكون هي، أصبحت سهلة، ممتاز، اجتماع أسر الفلاحين. إذن اجتماع أسر الفلاحين هي الحادثة الرابعة. إلى سؤال جديد، تدريبات القراءة، لدينا هنا تدريبات القراءة، أقرأ العبارة الآتية معبرا عن المعنى. قال الحكيم، لدي حل يغنيك، أرسل بطلب جاريك الفلاحين الفقيرين. قال الفلاحون، دلنا وفقك الله على الطريقة
ونحن موافقون على الشرط. إذن قال الحكيم: لدي حل يغنيك، أرسل بطلب جاريك الفلاحين الفقيرين. قال الفلاحون: دلنا وفقك الله على الطريقة ونحن موافقون على الشرط. إلى السؤال الثاني، أقرأ المقطع الأول مراعيا نطق الأحرف اللثوية نطقا صحيحا. إذن علينا قراءة المقطع الأول، طبعا قرأناه، والأحرف اللثوية التي مرت معنا هي في كلمات ثلاثة والثاني وعذبة. إذن الكلمات هي ثلاثة الثاني وعذبة. إلى فقرة جديدة، والآن مع اللغة والتراكيب. والسؤال الأول، أستخرج من المقطع الأول أضداد الكلمات الآتية: ضيقة، ما هو ضد ضيقة كما مر معنا في المقطع الأول؟ ممتاز، إذن واسعة. خصبة، المفردة التي مرت معنا، أحسنتم. قاحلة. الكثير، ضد الكثير، ممتاز. القليل، أحسنتم. إذن أضداد الكلمات التالية: ضيقة، واسعة، خصبة، قاحلة، والكثير ضدها القليل. إلى السؤال الثاني، أستبدل بالفعل نزل في الجمل الآتية فعلا من الأفعال الآتية ثم أقرأ: هطل، حل، هبط. إذن سنقوم باستبدالها مكان الفعل نزل. في الجملة الأولى، نزل ضيفا عند الأول، بمعنى أحسنتم، حل. إذن نزل هنا جاءت بمعنى حل. أما في الجملة الثانية، نزل التلاميذ إلى الباحة، فجاءت نزل بمعنى أحسنتم، هبط، ممتاز. أما في الثالثة، نزل المطر غزيرا، فجاءت نزل بمعنى ممتاز، هطل. إذن هطل المطر غزيرا، أحسنتم. وإلى سؤال جديد، أضع كلمة من الكلمات الآتية: ردم، أصلح، أغلق، محل الفعل سد فيما يأتي. طبعا وكلها أفعال ماضية كما تعرفون. وإلى الجملة الأولى، سد العامل ثغرة في الجدار، بمعنى ممتاز، أصلح، أحسنتم. الجملة الثانية، سد والد الباب، سد جاءت بمعنى ممتاز، أغلق، أحسنتم. سد العمال الحفرة في الشارع، جاءت سد بمعنى أصبحت سهلة، ردم، أحسنتم، ممتاز. إلى سؤال جديد، أقرأ نتائج العمل التعاوني بين الفلاحين مما يأتي. والنتائج مدونة هنا: العمل التعاوني بين الفلاحين الثلاثة حقق خمسة نتائج، وهي زوال الفقر، السرور والسعادة، المحبة بين الناس، تبدل الأحوال إلى الأفضل، وتبادل الخبرات. هذه كانت نتائج العمل التعاوني بين الفلاحين الثلاثة. أما نتائج العمل التعاوني بيني وبين رفاقي، يجب أيضا أن يحقق خمسة نتائج. ولدينا السؤال هنا، أكمل نتائج العمل التعاوني بيني وبين رفاقي الثلاثة لإنجاز بحث فيما يأتي. العمل التعاوني لإنجاز بحث، لدينا هنا النتيجة الأولى، السرعة في إنجاز البحث. النتيجة الثانية، النجاح. أما النتيجة الثالثة فستكون ممتاز، الوصول إلى الهدف. والنتيجة الرابعة هي أحسنتم، المحبة. أما النتيجة الخامسة من نتائج العمل التعاوني فهي
ممتاز، تبادل الخبرات. إذا أصبحت لدينا 5 نتائج: السرعة في إنجاز البحث، النجاح، الوصول إلى الهدف، المحبة، تبادل الخبرات. وبهذا أحبائي نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. آمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدم لكم. إلى أن ألقاكم في درس جديد، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.